الحال. تعرف كنا حنا عايشين فيها والدين والدينا. قبل لقينا والدين والدينا فيها منين كان تيشريوها غير بربعة ديال الشقفة. وتيخدموا غير بديك الشعير. وتيزوقوا غير بعود الحصيرة. دابا حنا حلينا عينينا والوقت غادي تطور. وحنا فيها وليني الوقت ما كاينش الدعم فيها. ما كاينش يلا دابا كنا جامعين فينا كاع تنقعدوا فيه. يا فابو دابا ولينا تنعطيو فيه 22 الف في 10 ايام سوا بعتي سوا ما بعتي هذا الوقت كان ديك الساعه كان ينزيه وكانوا الصنايعيه ديما الخميس تيشريو تيوجدوا الجمعه تيتنزلوا في بال خادي في الشريفيه في بندره في هنا دارك كلشي ولا ديار يلا عباد الله قابلوا التليفونات مزقيه مزقليك صافي تخرج صناعي بالغادي وتتموت ما بقات لها زعما شي عنايه ولا شي حاجه وحنا الحمد لله دابا هاد الدرجه عشت فيها انا ملي كانوا والدين والديا واليوم انا صدقت لا قرايه لا صنعه لا والو لا خططني هي ما عندي ما نخدم صافي هاد الشيء اللي كاين والله يهدي هادي الساعه تجيبوها والدينا هي في البهايم وتنشرو القريضه هي بربعة ديال بجوج ديال تنشرو التويل هذا ربيع دي الساعة كانت يقولوا ربيع تنشرو هيب 6 دريال الخريضة هيب 3 دريال الصبيع هيب ريال اليوم الشقفة ولا تسيدي الشقفة تنشريها ب 100 دريال عضلة جلدة ب 1600 دريال عضلة خدام ب 1400 دريال عضلة انت تبدي تاخد تحت منها باش تبدي ديرها لقامة غالية غادي لقامة تتغلى كلشي غادي تيغلى الله يحفظ السلامة ما عندنا ما نديرو ما عندنا فين نمشيو عليها احنا فيها تنموت يدم ولا ما نامنتو لا داعم لا والو لا جامع فينا اللي تنفرحو بعد 10 ايام ما هي غادي تتغلى عندنا 22 الف ريال صورتيها ولا ما صورتيهاش لا لا ما بقاش داكشي اللي عرفتي دابا الناس ولاو داو في التليفونات والتلفزيونات تدي تقول لها زيدي في حاجة تبيتيها ما قادة على صداع صافي هادي هي الهضره اللي ولاو تيقولوا لنا الناس ما باقيش يبغيو التعريجه يلا الناس بغاو هي اللي تبرعوا التليفونات وهاد جا التليفون في هذا وهذا هذا وهاد التلفازه ايوا مسكين اللي الله سبحانه الا هو هاد الشيء اللي عطى الله ما عندنا ما نديرو هاد الحرفه قبضنا على والدينا ماشي 1970 بحال هكاك والدينا ومات الوالد وعاود تقبض ورانا في الثمانينات والحمد لله حنا عايشين ايه يا خويا عاشورا نتاع الثمانينات والتسعينات ماشي عاشورا نتاع 2023 كنا في الزمن الجميل ديك الساعه والدينا تنمشيو معاهم تنحضروا في القور بالليل نقعدوا تيتصلى الصبح الصباح تنمشيو تيديروا الزياره تنمشيو معاهم حنا باقي صغار المهم هكا كان عاشور وما دابا خويا راه الوقت تبدلات كان ديك الساعه شوف هي العيالات كانوا ديك الساعه الزين الطاوات ويديروا قريشلات وحلوه ومحنيين تيلعبوا بيناتهم ودابا خويا هذا الشيء ولا ما بقى كي كان هاد الوقت هادي ولا زمن السرعه خويا ولا دابا تيتباع قريشلات هما تيتباعوا بالحوانت كلشي ولا بالحوانت ما بقى لا المراه بغات دير كي كانت في زمان ولا دروكا الطريجه راه تدوز مراحل والطعريجه راه خدام فيها تبارك الله شي شحال من صناعيين شحال من اسره هزت الطعريجه دابا شحال من واحد تيقول لك الطعريجه صافي دايزه لا خص الانسان يشوف الطعريجه شحال من واحد فيها الدباغ فيها الفخار فيها السيد اللي تيبيع الابيض كاينين العيالات اللي تيجلدوا كاينين العيالات اللي تيزوقوا المهم الانسان تياكل خبيز الاخر خبيز الناس تتعاون على الزمان